حاجات اللي تفرح بقى. من لا يرحم لا يرحم، وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، والراحمون يرحمهم الرحمن. شوفوا قد إيه حاجات عن الرحمة. لكن إن حد يجمع من قوته وقيت ولاده وكل اللي يلاقيه علشان يجيب أكل للكلاب والقطط في الشارع، ويعدي عليهم كل يوم في الشوارع دي عشان يحط لهم أكل في الجو الحر ده، في حالة الجوع اللي هما بيبقوا موجودين فيها، يستحق نوقف قدامه، وخصوصا لما يكون إمام مسجد. الشيخ حازم غريب من الأسماء اللي كرمتها حياة كريمة بسبب هذا الفعل الرحيم اللي بيقوم بيه، ويا رب نشوفه عند كل الناس. أنا عايز أسمع منه هو. يا فضيلة الشيخ مساء الخير. مساء الفل على حضرتك أستاذة كريمة، إزاي حضرتك؟ إزاي حضرتك؟ أنا سعيدة جدا بحجم الجمال والرحمة اللي شفتها في الصور دي. ربنا يجعلنا من عباده الرحماء يا رب. اللهم آمين جميعا. اللهم آمين. ووجودك معانا النهاردة هي دعوة لتكرار التجربة، عايزة كل الناس تعمل زيك، كل اللي يقدر يعمل ده ما يتأخرش. الناس بتشوفك في الشارع بتقول لك إيه يا شيخ؟ والله يا فندم، الأول طبعا أنا بشكر حضرتك على يعني هقول الاستضافة أو المداخلة الجميلة دي. شرفتني. وبقول لحضرتك وبقول لكل واحد بيشوف حضرتك وبيتابع البرنامج الكريم والقناة الكريمة دي، أحب أقول وكما أن يعني الدول تتحرك لشعبنا العظيم في غزة وما يحدث فيها من جرائم، فكذلك الله سبحانه وتعالى يتحرك لمن رحم كلبا سقاه. شكر الله عز وجل له فشكر له فغفر له. الله سبحانه وتعالى أدخل كما هو في الحديث المشهور أو الحديث الصحيح، قال صلى الله عليه وآله وسلم: دخلت امرأة النار في هرة. لما بنتكلم على القطة وعلى الكلب أحيانا حضرتك في السوشيال ميديا ناس بتدخل لنا تقول لنا يا عم اتكلموا على اخواتكم في غزة، اللي مش هيرحم قطة في مصر مش هيرحم إنسان في غزة ولا في غير غزة. صحيح. لأن الرحمة لا تتجزأ، ولكن كل واحد بيحاول يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. مش بس حضرتك كمذيعة في عبر شاشة التلفاز، أو أنا من فقط يعني من على المنبر، أو المدرس بس في المدرسة، في أعظم من ذلك، وهو أن يتحول القول إلى فعل أو إلى تطبيق، لأن ديننا في الحقيقة هو دين تطبيق. صحيح. طب اسمح لي يا شيخ، أنا عايزة أقول إن وجودك أنت بزيك الرسمي ده في الشارع وأنت تطعم الكلاب والقطط، هو في حد ذاته أبلغ رسالة على إن ديننا بيقول كده. ديننا بيقول ارحموا دول، مفيش حاجة اسمها كلب نجس، ولا إن الناس أولى إنك تأكلها أكتر من الحيوانات، وإنك بتفكر في الحاجات دي ليه، بيتك أولى واللي يعوز البيت يحرم، حتى بيقولوا على المسجد، وانا معرفش جابوا منين المقوله دي. فهل يا ترى في ناس بتوقفك في الشارع بتسالك بتعمل ايه، اشارك معاك ازاي؟ بصي هقول لحضرتك حاجه، السؤال حضرتك ينقسم الى شقين. من قال اني اقتطع من قوت عيالي؟ الحقيقه الله اعلم، هو ربنا بيرزقني علشان يجعلني مفتاح للقطط دي. وبعدين حضرتك لو انا اكلت في البيت فرخ، لو اكلت سمك، لو اكلت لحمه، حضرتك انا مش باكل اللحمه بالعظم، ولا اي انسان بيسمع حضرتك دلوقتي بياكل اللحمه بعظمها ولا الفرخه بعظمها. احنا بنقول حتى الجزء الغير ماكول قدمه يعني لهذه الحيوانات التي ربما تكون سبب دخول الجنه. بقايا الطعامكم، بدل ما ترموه بقايا الطعام، بدل ما ترموه في الزباله حطوه في كيس لوحده وطلعوه للكلاب والقطط. بالظبط. طيب ولو ربنا اكرمني ووسع عليا واقتطعت جزء، او ربنا سبحانه وتعالى اكرمني زي ما حضرتك بتقولي لي حازم، لما حد بيشوف الوضع ده، والله لما حد بيشوف الوضع ده ممكن حضرتك تلاقي واحد جاي يقول لي حضرتك ما شاء الله عليك او كذا وكذا، فيروح يقول لي انا هجيب لحضرتك شوال دراي تاكل بيه الحيوانات. الله. فتحول الموضوع الى مسؤوليه، ان انا معايا قوت الحيوان ده فما ينفعش احبسه عنه، والا ادخل والعياذ بالله تحت الحديث
دخلت امرأة النار في هرة، شوفي حضرتك الكلمة، حبستها. لا وبعدين هنا انت هتبقى ما اديتش الامانه، انت عندك امانه توصلها للكلاب والقطط. بص نعد بقى حضرتك، فسبحان الله. والله انا فخوره بيك جدا يا شيخ حازم. انا والله انا حبيت اعرف الناس بيك النهارده بس كده في لمحه صغيره من حديث القاهره، اللي يشوف الشيخ حازم في اي مكان يحييه ويعمل زيه. يا فندم العفو والله انا وتستحق يعني الكتير جدا والله. بشكرك. ربنا يبارك في عمر حضرتك يا رب. الله يبارك فيك. شكرا جزيلا وليك كل المحبه والاحترام والتقدير، ودايما نشوف منك كتير. شكرا جزيلا شيخ حازم على كل اللفتات الحلوه دي. يلا بقى خلينا كلنا نعمل ده.